تقوم الدولة بتنفيذ أبراج النيل ماسبيرو المطلة على النيل بالإضافة إلى برجين يطلان على شارع الجلاء، وذلك بعد الانتهاء من مشروع الإسكان البديل المطل على شارع 26 يوليو وعودة السكان إلى منطقتهم الأصلية. والمزيد ينضم إلينا مباشرة من منطقة مثلث ماسبيرو مراسل النيل الأخبار أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية لتطلعنا على الصورة لديك الآن من أمام منطقة مثلث ماسبيرو وما تخضع عليه من تطوير. بالفعل يمكن انتهت الدولة من المرحلة الأولى من هذا المشروع وهو الإسكان البديل، وهي الأربعة أبراج المطلة على شارع 26 يوليو، وتم عودة جميع السكان الأصليين في منطقة بولاق أبو العلا إلى هذه المساكن وتسكنهم عن طريق قرى علنية ب يعني الاتفاق ما بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضا محافظة القاهرة، وتم تسكين هؤلاء السكان بالفعل في تلك الأبراج. أيضا المرحلة الثانية التي نتحدث منها الآن وهي أبراج النيل ماسبيرو، هذه الأبراج الثلاثة التي يتم إنشائها حاليا، ويمكن وصلنا في معدلات التنفيذ لنحو 70% من هذه الابراج، وصلنا الى حتى الدور الخامس عشر في هذه الابراج من يعني متعدد للطابق في هذه الابراج، بتصل الى نحو اكثر من 30 طابقا. للحديث اكثر حول تفاصيل المرحله الثانيه من هذا المشروع معي المهندس مينا رفيق، المدير التنفيذي لمشروع ابراج النيل ماسبيرو. مهندس مينا، كلمنا عن هذه الابراج وهذه المرحله وايضا معدلات التنفيذ. طبعا صباح الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في المشروع. المشروع بتاعنا هو مشروع تابع لوزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه. المشروع هو اكستنشن او امتداد للمرحله الاولانيه اللي هي بتاعه مبنى المباني بتاعه الاسكان البديل بتاعه سكان المنطقه بتاعه بولاق. المشروع هو عبارة عن ثلاث أبراج مسطح، كل برج 1500 متر مسطح، ومنطقة مفتوحة أو ما يسمى بالبوديوم، يعني منطقة مفتوحة ما بين التورات. المسطح الكامل ليها من 13500 متر مسطح. منطقة الأبراج كل برج بيتكون من 31 طابق متكرر. الثلاث أدوار الأخرانيين من بداية من الدور 26 للطابق 31 هيبقى في مبنى كوبري معدني. الكوبري المعدني ده هيبقى واخد ثلاث أدوار تقريبا يزن حوالي 4000 طن. المبنى عبارة عن زي ما قلت لحضرتك هو ثلاث أبراج، وفي ملحق لمنطقة اللي هي البيازا أو الباركنج بتاع السيارات، وده يسعى لحوالي 1500 سيارة. تحت الأبراج في ثلاثة بيزمنت، ثلاث بدرومات، الثلاث بدرومات دول بيسعوا لحوالي 1200 سيارة. المشروع طبعا المنطقة من المشاريع الحيوية والمهمة جدا بالنسبة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الحديثة لكذا سبب. أولا الموقع الاستراتيجي بتاعه مباشرة على النيل جنب أعرق مباني مصر، طبعا مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط البلد. يعني المشروع كالوجيستيك حاجه كبيره جدا. بنتكلم على الابراج ده تبقى مطله على النيل لحد الاهرامات، يعني الابراج العكورنيش كلها هيتم اخلاقها وتسكين هؤلاء السكان في هذه الابراج. بالظبط بالظبط. يعني المرحله الاخرانيه احنا في المرحله الثانيه، المرحله الاولى كانت الاسكان البديل، المرحله الثانيه اللي هي الابراج بالثلاثه بتاعتنا. المرحله الاخرانيه هي ازاله العماير اللي هي مواجهه للابراج، وهيتعمل فيها طبعا لاندسكيب، هيتعمل فيها نفق ياخدك من شارع رمسيس لمنطقة الإسكان البديل، وفي نفق تاني من ظهر مبنى الإذاعة والتلفزيون لشارع 26 يوليو وطلعة كوبري أكتوبر. فيعني المنطقة هتبقى منطقة حيوية جدا، وهتبقى منطقة من المناطق المميزة جدا جدا. هيبقى في حدائق، في باركات عشان نمنع الازدحام، نمنع التكدسات. طبعا طبعا زي ما قلت لحضرتك في مبنى ملحق اللي هو البيازا، ده بيسعى ل 1500 سيارة، زائد ان تحت الأبراج دي في ثلاثة بيزمنت تحت الأرض، دي جراشات متعددة الطوابق تسعى لحوالي 1200 سيارة. اخيرا يا فندم، هيبقى في مناطق ترفيهيه، في فنادق، في مولات؟ طبعا البدروم الاخير يعني الطابق الاخير اللي هو ما قبل الدور الارضي هيبقى فيه منطقه ترفيه، هيبقى فيه مول، هيبقى فيه اوبن ارياز، هيبقى فيه لاند سكيب بره مباشره على النيل. ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه جدا جدا نفخر بيها جميعا. يعني معدل التنفيذ وهنخلص امتى؟ احنا وصلنا تقريبا لحوالي 70% من المشروع، احنا وصلنا للدور ال 16 او الدور ال 17 في الابراج، وصلنا لحوالي 70%. من المتوقع باذن
الله باذن الله بنهايه السنه يكون السكيلتن او المبنى كخرسانات ومباني يكون المبنى انتهى بنسبه 100% ويكون الستيل بريدج ركب باذن الله. جدا مهندس مين رفيق المدير التنفيذي للمشروع، شكرا. اهلا نورتونا، نورتونا يا فندم. يمكن رهام ايضا نتحدث عن هناك ايضا برجين يتم ايضا انشاؤهم على شارع الجلاء، هذه الابراج ايضا سوف تكون ابراج اداريه وابراج استثماريه بالاضافه لهذه الابراج الخاصه بابراج النيل مزبير وايضا الاربعه ابراج الخاصه بالاسكان البديل، هو تطوير وتغيير لوجه منطقه مثلث مزبير بالكامل حتى تصبح مزار سياح وترفيه كبير يعني في منطقه وسط القاهره. ان شاء الله اشكرك على هذه المتابعه اشرف مبارك من مثلث مزبير.